صباح الخير شباب، بهذا الفيديو رح نقوم بتفكيك لابتوب الـ HP الـ MVTS-M6 سليك بوك. طبعا رح نقوم بالتفكيك كرمال نركب بطارية جديدة، وأكيد في عنا مشكلة تانية عم تواجهنا هي موضوع الحرارة بهذا اللابتوب. طبعا رح استعرض على الفيديو رسالتين ظهروا بأول تشغيل الجهاز. أول رسالة عم تحذرني بموضوع البطارية، وتاني رسالة عم تحذرني بموضوع أنه في حرارة بالجهاز لازم تدير بالك. طبعا بدي أكد على موضوع مهم جدا، أنه في عدة لابتوبات قريبة من نفس الرقم الموديل، ولكن هذا الموديل هو كور i5 من الجيل الرابع، تمام، والشاشة تبعه هي التاتش قابلة لللمس. هي ملاحظة مهمة جدا قبل التفكيك. وهيك شباب انكشف معنا الغطاء بشكل كامل. طبعا منلاحظ انه هون المروحة في عندي فيها مشكلة، فيها غبار معلق، لذلك عم تعطيني رسالة انه في عندك مشكلة بنظام التبريد. وهلأ رح نتكلم بشكل سريع شو فينا نطور بهذا الجهاز. اول شيء عندي الرامات، عندي منفذين لهون. طبعا الرامات اللي عندي اياهم هون DDR3 low voltage. طبعا بالامكان تركيب قطعتين، كل قطعة 8 جيجا، المجموع 16 جيجا. المكان الخاص بالهارد ديسك أساسه بيجي ميكانيكي. طبعا تم تطوير هذا الجهاز لهارد SSD، بالإمكان تركيب هارد SSD لتأخذ سرعة أكبر بالأقلاع. عندنا المكان الخاص ببطارية البيوس وتصفير البيوس واستعادة ضبط المصنع الخاص فيها. طبعا أنا ما بنصحك تصفر البيوس من هذا المكان. وعندي بهذا المكان الكرت الخاص بالوايرلس، الشبكة اللاسلكية. وهلأ مننتقل للنقطة الأهم اللي هي تبديل البطارية وتنظيف مروحة المعالج وتبديل معجونة المعالج كذلك الأمر.
وبعد ما انتهينا من تنظيف المروحة والتأكد أنه ما فيها غبار نهائياً من الداخل، كذلك الأمر فتحات التبريد أو فتحات إخراج الهواء من هذا المكان، تمام. وضعنا معجونة التبريد مثل ما أننا شايفين جديدة بعد ما نظفنا القديمة أكيد. هلأ رح نرجع نثبت المروحة ونثبت كتلة التبريد بشكل عام. وهيك يا شباب، بعد ما ركبنا كتلة التبريد بشكل كامل ونظفنا المروحة وتأكدنا من سلامتها، كذلك الأمر منرجع كونكتر البطارية الخاص فيها على البورد، ما ننسى هذا الموضوع. وأخيرا منغطي الجهاز ومنرجع البراغي مثل ما كان. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية.